في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات الإدارية التي حققها اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. كرم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بوسام ANOC الذي يعتبر من أعلى الأوسمة التي يمنحها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية. ليست هي المرة الأولى التي يمنح فيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، أو سمة رفيعة المستوى على مختلف الأصعدة. وبالتأكيد لن تكون هي الأخيرة في ظل الجهود الكبيرة التي يقوم بها سموه من أجل تأصيل دور الشباب البحريني ومنحه الفرصة المثالية ليكون المحرك الأساسي لعملية التنمية في المملكة والارتقاء بالحركة الرياضية ومنتسبيها لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة باسم المملكة وتعزيز مكتسباتها، بالإضافة إلى تفعيل دور المملكة الريادي في الأعمال الخيرية والإنسانية والتي وصلت إلى أقاصي العالم. وبالنظر إلى الأوسمة التي منحت إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فإن المتأمل فيها يدرك تماماً بأنها نتاج تنفيذ سموه المتقن لرؤية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي رسم خارطة الطريق لسموه من أجل الوصول إلى أعلى المستويات وتنفيذ سياسة مملكة البحرين تجاه الحركة الشبابية والرياضية والجهود الإنسانية. ويبرز من بين الأوسمة التي منحت إلى سمو الشيخ ناصر في المجال الرياضي وسام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية كعرفان دولي نظير جهود سموه في سبيل الرقي بالحركة الأولمبية البحرينية، وذلك على هامش اجتماعات اتحاد اللجان في الدوحة في 15 من نوفمبر الجاري. اليوم حقيقة بكل اعتزاز وفخر حضرنا هذا التكريم الذي حظى به وناله سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. هذا التكريم المستحق الذي أتى من أعلى منظمة دولية وبحضور كافة اللجان الأولمبية وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. حظى سموه على جائزة ووسام الأنوك بجدارة واستحقاق، وهذه الجائزة تأتي بمعايير دقيقة، وبالفعل استحقها سموه لما حققه في فترة رئاسته للجنة الأولمبية من تميز ومن تنظيم ولله الحمد إداري متميز وإنجازات استطاع أن يحققها في هذه الفترة البسيطة. إحنا أيضا سعادتنا اليوم لما نشوف الإخوان والمهنئين الذين يشيدون بما حققته مملكة البحرين في فترة وجيزة وإنجازات على مستوى العالم اللي وضعتها على خريطة العالم. هذا كلنا فخر فيه، ونهني أيضا اللاعبين واللاعبات، وأنا أقول لهم من هذه المحفل الآن أيضاً لابد أن نضاعف الجهود مع بعض لتحقيق رؤى سمو الشيخ ناصر اللي إحنا نشوفه كلاعب وكرياضي وكإداري. لله الحمد خذ بدفة الرياضة في مملكة البحرين إلى أفضل المستويات، والله إن شاء الله يقدره ويقدرنا إن شاء الله معاه لأفضل والأفضل، فهنيئاً لأهل البحرين كلهم. اليوم التكريم أسعدنا كثير، وهو فعلاً تكريم استحقه سمو الرئيس، ونبارك لجلالة الملك والقيادة الرشيدة على هذا التكريم الأولمبي الرفيع. هذه أكبر منظمة رياضية اليوم لما تمنح سيدي سمو الشيخ ناصر وسام الكفاءة والجدارة نظير الأعمال اللي قام بتطوير اللجنة الأولمبية وتحقيق النتائج، البنية التحتية، أيضا مساهمات الكبيرة في العمل الرياضي والغير رياضي لتحقق الأهداف الأولمبية والقيم الأولمبية. هذه طبعا شيء يعني الكل يفتخر فيه. اليوم الوفد ما شاء الله الكل سعيد، الخليجيين سعيدين، الكل يبادر بالتهنئة. سمو يستحق هذا التكريم، هو لاعب مميز، هو قائد مميز، طور اللجنة الأولمبية. نتائجنا لله الحمد هي خير دليل.
وواصل سموه مسيرة حصد التقدير والثناء الدولي على جهوده المقدرة، حيث تم تكريم سموه بوسام فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسلام والتعايش بين الأديان، والذي نظمه الملتقى الثقافي العربي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك تقديرا للدور الإنساني والقيادي في إغاثة المنكوبين وتقديم المشاريع التنموية للمتضررين والدعم المستمر للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي القدس الشريف، وذلك في 11 من يوليو من العام 2016، ليتم منح سموه لقب فارسا للعطاء العربي من قبل ملتقى العطاء العربي الرابع مبادرة زايد العطاء، الذي تنظمه الجمعية العربية للمسؤولية الاجتماعية للمرة الأولى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في 24 من أبريل من العام 2016. تكريم والرياضة كلها واللجان الأولمبية كلها والاتحادات الدولية كلها بتكرموا في شخصه، لأنه في الحقيقة أعطى كثير للرياضة على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الأسيوي. ففي الحقيقة دي حاجة بتسعدنا جميعا كناس عرب، يعني نبقى موجودين وبيكرم سمو الشيخ، فدي حاجة في الحقيقة يعني بنهنئه وبنهنئ كل الناس اللي حواليه، ونهنئ دولة البحرين الشقيقة، وبنهنئ أو بنشكر الاتحاد اللجان الأولمبية بقيادة الأخ العزيز الشيخ أحمد الفهد على تبني هذه الفكرة، لأنه في الحقيقة يعني هذا الرجل يستحق أكثر من كده كتير. يعني أعتقد أن الشيخ ناصر يعني يستاهل أنه يكرم. الشيخ ناصر عمل طفرة كبيرة للجنة الأولمبية البحرينية. نتائج الريو يعني نتائج كانوا الناس أكثر ما يتوقعونها، لكن هو عمل مجهود جبار، عمل شغل جيد. لا شك أنه في مجهود بذل لتطوير اللاعبين والحصول على النتائج. فهني اللجنة الأولمبية البحرينية، وهني أنفسنا أن الشيخ ناصر كرم، ورجل يستاهل التكريم، وهذا شيء مو بغريب عليه. يعني نبارك للشيخ ناصر على هذا التكريم، ونقول أن هذا التكريم وافق أهله. رجل قدم الكثير للرياضة البحرينية، وأسهم إسهام كبير في تصدير صورة جميلة للرياضة البحرينية على المستوى العالمي وعلى آسيا. ولا شك أن وصول مثل هذا الكوادر الكبيرة، مثل على رأسهم الشيخ سلمان إبراهيم رئيسا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعضوا في تنفيذية الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعتقد أن هذا من أبرز ثمرات السياسة الحكيمة التي تمتع فيها مملكة البحرين، ودعم أيضا وقوف الشيخ ناصر بن حمد في هذا الموضوع خلف الكوادر الرياضية. نبارك للشيخ ناصر على هذا الإنجاز. وتقديرا من جلالة الملك المفدى، منح جلالته العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى بمناسبة مشاركته في عاصفة الحزم في 20 من أكتوبر من العام 2015. وفي بادرة من الرئيس الصومالي على الجهود الإنسانية التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر، تم منح سموه شهادة تقدير دولة من الرئيس، وذلك في 9 نوفمبر من العام 2014. كما تم منح سموه القلادة الذهبية لملتقى الإعلاميين العرب بمناسبة عقد الاجتماع الرابع للملتقى في مملكة البحرين في 28 من فبراير من العام 2012. وفي زيارة إسماعيل هنية إلى البحرين، منح سموه قلادة غزة والكوفية الفلسطينية، وذلك خلال استقبال سموه لإسماعيل هنية في 5 فبراير من العام 2012. ونظراً لإسهامات سموه الفاعلة في نهضة مملكة البحرين، تم منح سموه وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الأولى في 13 ديسمبر من العام 2009.